خويا حنا عام وحنا مشردين ما لاقين لا كرا ما لاقين في النبات وعندنا وليدات وهاد الناس وعدونا بان غتريبوا غنستافدوا كنلقاو راسنا في الزنقه حنا وليداتنا ما عندنا باش خاصو الكرا ما عندنا ما ناكلو المعيشه غاليه دابا السكينه هي والمسؤول فينا هو كنوجهوا النداء صاحب الجلاله هو اللي غيشوف لنا الحل هو اللي غيوقف معانا ما عندناش من غيره وعاش الملك وكنتمنى من السيد يعقوب محمد اليعقوبي اللي يدير معنا حل في اسرع وقت ممكن حنا راه ما عندنا فين سكنو تنباتوا في الزنقه وعندنا وليدات وما عندنا فين نمشيو الله يرحم لكم الوالدين والله يجزيكم بخير لما دير لنا حل في اقرب وقت ممكن راه حنا عيينا ما نصبروا ما عندنا فين نمشيو وما طالبين حتى شي حاجه حقنا ريبتونا بالراكه عطينا فينا نستافدوا انا مريب عام دابا وطالع في السيستم وحنا ثلاثه ديال الخوت وعندي وليدات تيقول لك سير تنعيطوا لك ما عرفت واش ندير شكايه ولا ننتحر ولا نخوي هاد البلاد ونخلي لهم يعيشوا فيهم طيبوا على هاد الشيء راه حشومه عليكم من القلب والله الا عيب الله وتنشكروا هاد القناه اللي مواكبه هاد الحادث وشكرا لك. انت ساكن فيه دوار بالمكي الغربي المقاطعه الثامنه تنمشي للقايد ما كاينش جوج سيمانات تنمشي من 9 الصباح حتى الربعه تيقول لك ما كاينش مع من تهضر ما كاينش ما كاينش مع من تهضر ما كاين اللي كيدوي معاك ما تلقاش واحد يدوي معاك ويعطيك شي اكل ما زوينه ما كاينش سير ما كاينش دوي مع هذاك سير عند فلان سير عند هذاك يدير لك حل حنا ماشي ما مكلفينش بهذا الشيء وراه عيينا خويا والله الا تقهرنا مرضنا كاع ما تنعسوش ما تناكلوش شو حسنا كي ولات حشومه عليهم عاش الملك وعاش الملك تنطلبوا جلاله الملك هو اللي درنا حل مع الناس اما هادو راه كيضحكوا علينا هادو القياد وهاد الباشا كامل كيضحكوا علينا سلاو علينا شردونا دعيناهم الله الله ياخذ فيهم الحق اش كي تنقول خويا انا كنطالبوا هاد الناس راه ما طالبناهم شي حاجه مستحيله ولا شي حاجه حق ديال الساكن اللي هو مشروط راه اي واحد خاصو يستافد من هاد الحق ديال الساكن وراه حنا بوليداتنا ما يخليوناش ضايعين الناس كاملين غادي تسولهم راه كله الله اللي عارف الظروف ديالو كيفاش دايرين حنا هادشي ما هاد الناس ما قايلين ما طالبين منهم حتى شي حاجه مستحيل على الساكن حنا فين نخزنوا وليداتنا وفين نستقروا وفين غادي نمشيو انا والدي يسمحوا فيا فين غادي نمشي يلا انا والدي يسمحوا فيا ووليداتي وبادي فين غادي نمشي غدا ولا بعد غدا المول الكري يجري عليا انا ما غاديش نلبي لي ما غاديش نخدم شهر ولا شي حاجه يجري عليا انا لا انا لا هاد الناس هادو كاع كاملين راه حشومه هادشي راه حشومه هادشي واش عام ونص كاع هادشي كاع كامل حنا هاد اللجنه ما بغاتش تخرج عام ونص راه هاد اللجنه الا كانت 10 شهر كتخرج صافي وكدرس الملفات وتعطي الناس كاع كامل الحقوق ديالهم الناس راه هما ساكنين كون كانوا هما في الكرا غادي يحسوا بينا ولكن بنادم راه ما طايحش هما في الكرا ما طايحينش في هذا الشيء راه كيف حتى عييت وتغلبت لا حول ولا قوة الا بالله العظيم انا دوار موسى وجميع الدواور ولكن الناس ديال الدواور ديال تماره ديال الصخيرات كنت كنطالبهم يعجلوا بهاد الدراسة ديال الملفات ديالنا حنا راه ماشي شي مطلب مستحيل ولا شي حاجة يعطيونا حنا فين نستقر لو حنا راه بوليداتنا صافي حنا دابا فين كنجيو عند شي مسؤول ما كيخرج عندنا حتى شي واحد حنا دابا من الصباح حنا واقفين ما خرج عندنا حتى شي واحد ما خرج عندنا ولا قال لنا شنو خاصكم ولا شنو المطلب ديالكم ولا شنو حتى واحد مع العلم حنا الشكايات ديالنا انا من عام وحنا دافعين الشكايات ديالنا عام راه حشومه هادشي راه ما كيبغي الله لا عبده راه ماشي بهذا الشيء باش كتزيد البلاد لقدام وقال لك راه كاس العالم فين هو يسكنوا الناس باش غادي يمشيو يترشحوا من كاس العالم ويعطيو على الناس فين يسكنوا لا اله الا الله الناس كارين ب 2000 درهم 2500 درهم شحال غادي يخدم بنادم شحال غيخدم 3000 درهم في الشهر غادي يخدم فيها الحدوده حتى هما ولينا كنخدموهم كل الحدوده حتى هما ولينا كنخدموهم باش نلبيو الناس باش يلا نتكافاو مع الوقت ما بقيناش كنريحو ما بقيناش كنريحو والخدمه ما كايناش راه ازمه هذه بنادم راه مع قرعه مع بطاطا وخبز ومع الخضره ولينا مغلوبين لا اله الا الله كنطالبوا من هاد الناس يسرعوا بهاد الدراسه ديال الشكايات ديالنا حنا ما طالبينش معاهم شي حاجه اخرى مستحيل تحيه للاخوان الصحفيين ولجميع الاخوان اللي حضروا معنا اليوم في هاد الوقفه ومعكم رشدي محمد من مدينه الصخيرات يعني انا دوزت عمري كامل في هذاك الدوار زياده وخلق تما وفي الاخر كتلقى عندي ثلاث وليدات مزوج في 2009 وعندي ثلاث وليدات في اخر المطاف كنلقى راسي مشرد للشارع يعني ما كاينش لا كرا لا والو كلشي غالي تجي تخرج الكرا كراج ما يسكنش فيه حتى حاشاك تاع الحيوانات
كيقول لك مولاه 2500 درهم. وهاد المسؤولين ما داروا معنا حتى حاجه. المسكين جاوا هنا قدام العماله كانوا وقفوا كيخرج واحد كيقول لك غنوصل صوتكم ولكن بدون نتيجه. يعني تقريبا احنا 6 شهور دابا كنجيو وما كاينش نتيجه. بغينا نشوفوا هاد السيد الوالي اللي هو اللي في اليد ديالو الامر يخرج عندنا ويواجهنا ونهضروا يعطيونا حلنا يعطيونا حل. حنا بغينا غير حقنا، ما باغيين حتى حاجه، بغينا غير وليداتنا يعيشوا في الكرامه ديالهم. بغينا السكن. صاحب الجلاله كيقول لك السكن حق دستوري، حنا ما شفنا حتى حاجه، ما شفنا لا حق لا دستور، ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء. تشردنا حنا ووليداتنا، دابا حنا مصيرنا الزنقه. هاد الوليدات الصغار اشنو الذنب ديالهم؟ يعني باش تنظم مظاهره ولا واحد اللقاء كروي اللي غيحضر فيه كاس فيه العالم كامل وتشرد شباب، راه شيء لا يعقل. وكان الكلمه الاخرى الله ياخذ الحق اي مسؤول كيفما كان اللي شردنا واللي وصلنا لهذه الحاله. لان انا حنايا انا بالنسبه لي بعدا انا مزوجه من 2002 وانا مزوجه، عندي الولد ديالي الكبير عنده 19 عام وانا عمري كله وانا في ديك البلاصه. يعني وما ما استفدتش، علاش ما نستافدش؟ ما عنديش الحق. ناس من مورايا جاوا هذاك النهار من مورايا وانهم استافدوا، وانا وحنايا الدوار ديالنا حتى شي ولد ما استافد. يعني حنا الدوار الوحيد اللي تقصى انه ما استافد فيه حتى شي ولد. كلشي الدواور الاخرين استافدوا الا حنا، قالوا لنا عندكم اعاده الهيكله من بعد تلغات وعطاونا شواهد الهديم، ومع ذلك اننا ما استفدناش. علاش؟ حنا كنطالبوا من سيدنا وكنطالبوا من سعاده الوالي انه يدير معنا شي حل وندور في الملف ديالنا ويعوضونا حتى حنا بحالنا بحال الناس. هذا الشيء اللي كنطالبوا. بالنسبه للناس اللي عندهم شكايات، دابا كاينين الناس كيقولوا لهم عندكم زواج حديث، مزوجي في 2020 قالوا لهم تكونوا اللي مزوج من مور 30 في شهر 6 2020 كيقولوا لي سير انت عندك زواج حديث. شنو زعما هاد الناس ديال زواج حديث واش ما يستافدوش؟ واش يمشيو مثلا ينتحر؟ واش ماشي انسان هاد الناس هادو ديال زواج حديث؟ راه هما انسان، تا هما خارجين يخدموا، تا هما خارجين يخدموا ودابا كارين، تا هما هذيك باش يخلصوا ديك البنكه ولا باش يدخلوا الكريدي ولا باش يدفعوا غير دوك جوج المليون ديال البنكه. كاين اللي مسكين كيخدم السيمانه كامله ما كيجلس لا سبت لا حد لا اثنين لا والو، ما كيجلسش يرتاح، وفي الاخر يجي واحد يقول لي عندك زواج حديث انت حقا ما غتستافدش. هادشي راه ماشي معقول، هادشي راه منكر، اقسم بالله الا منكر. حسبي الله ونعم الوكيل. 23 عام وحنايا ساكنين وعندي وليدات، عندي ولد عنده 20 عام وضيعونا ما عرفتش علاش. حنا بغينا حقنا، حنا كناشدوا سيدنا يعطينا حقنا، حنا كناشدوا سيدنا ومسؤول علينا يعطينا حقنا، ما يضيعوناش. حنا ضيعونا صراحه، وليداتنا ضايعين، جيراننا كلهم سكنوا وليداتنا ضايعين، والله العظيم هادشي اللي كاين. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.